ضرب زلزال قوي شبه جزيرة كامتشاتكا شرق روسيا، ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار. وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات مئوية على مقياس ريختر وقع بالقرب من بلدة يليزوفو شرق روسيا في الساعة 3:30 بتوقيت غرينتش. وقال مركز التحذير من التسونامي للمحيط الهادئ إنه لا يوجد خطر من وقوع تسونامي. هذا وتنتمي شبه جزيرة كامتشاتكا إلى حزام النار في المحيط الهادئ الذي يشهد حدوث زلازل وثوران براكين في الكثير من الأحيان.